ثمان عمليات لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط منذ مطلع الشهر الكريم، وهي عمليات تصاعدت مع العمليات الجوية التي تتخذ من القاعدة نقطة انطلاق رئيسية في شن الغارات منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. استمرار العمليات على نحو مكثف على قاعدة عسكرية هي الأهم في المنطقة الجنوبية للمملكة، يشير إلى عدم قدرة المنظومات الدفاعية الأمريكية الحديثة على اعتراض أو تدمير تلك الطائرات المسيرة، وهو تطور عقد من طبيعة التعامل مع هذا النوع من الأسلحة، قليل التكلفة كبير التأثير. يمكن رصد تأثيرات عمليات السلاح الجوي المسير على فاعلية القاعدة الجوية الأكبر جنوب المملكة من حالة الإرباك الجوي التي ترافق كل عملية جوية في معظم المطارات جنوبية المملكة، خصوصا وأن تشغيل أنظمة الدفاع في كامل المنطقة الجنوبية يتطلب تعطيل الحركة الجوية حتى تتمكن رادارات الدفاعات من رصد الأجواء بشكل دقيق. تدرك الرياض أن القدرات العسكرية التي تمتلكها صنعاء باتت بالغة التأثير على مسار المعركة، وتدرك أيضا أن إنفاقها العسكري لشراء مزيد من الأسلحة لن يضع حدا لتراجعها العسكري، خصوصا والتقارير الأمريكية تقر بصعوبة التعامل مع هذا الجيل من المسيرات. رهان تحالف العدوان على تفوقه الجوي والعسكري يتضاءل لصالح فاعلية القدرات اليمنية التي تؤكد القوات المسلحة أنها تأتي في إطار الردع والرد على استمرار العدوان والحصار.